قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن مجلس الوزراء سينعقد مجددا للبت في القضايا الطارئة وللوقوف على أعمال الحكومة اللبنانية وأجندة ملفاتها الاقتصادية. وينضم إلينا من بيروت أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني. سيادة الوزير، أهلا بك على شاشة الغد. هنا الحديث عن الاجتماع الأخير وما سيليه من اجتماعات، إلى أي مدى يمكن أن يسهم بالفعل في تحقيق انفراجة للأزمة الاقتصادية الطارئة؟ أهلا وسهلا وشكرا لك. بعتقد أنا موضوع جلسات مجلس الوزراء هو موضوع دستوري أخذ نوع من النقاش الدستوري الكبير خلال الأسابيع الماضية وخلال الشهر الماضي، إنما من الواضح جدا ومن الجلي جدا، وأنا كوزير اقتصاد أقول إنه لبنان اليوم يعيش حالة طوارئ غير معلنة بشكل رسمي. لبنان يعيش حالة طوارئ اقتصادية، حالة طوارئ مالية، وحالة طوارئ اجتماعية تطال كل مقومات الحياة للمواطن اللبناني، من الكهرباء، من الأمن الغذائي، من المياه، ومن عدة أمور تتعلق بالحياة اليومية للمواطن اللبناني. وبالتالي كل القرارات اللي اليوم نحن كمجلس وزراء نتطرق إليها كلها قرارات فعلا بغاية الأهمية وبغاية الطوارئ وبظروف استثنائية لم يمر مثيل لها في عمر هذه الجمهورية اللبنانية. ونحن حريصين كل الحرص أنه مجلس الوزراء الذي يمثل اليوم السلطة التنفيذية العليا والوحيدة في البلد القادر على إدارة شؤون البلاد أن تكون موجودة وقائمة وتقوم بكافة موجباتها تجاه الشعب اللبناني لتمرير المرحلة الصعبة اللي عم تمرق فيها البلد، لأنه عنا مرحلة انتقالية لحد ما نوصل لانتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية بشكل كامل، ومنها تشكيل حكومة جديدة ومنها كافة المؤسسات المطلوبة. في عنا مرحلة انتقالية صعبة، يجب تضافر الجهود ويجب العمل على معالجة شؤون المواطنين يوما بيوم. طيب، يعني لماذا برأيك، يعني بالنظر إلى هذه الأهمية التي أشرت إليها، لماذا هناك تشكيك في مشروعية عقد هذه الاجتماعات إذا كانت الحكومة هي يعني السلطة الموجودة بالفعل والقادرة على تسيير أمور البلاد؟ شوف، هو التشكيك اللي حاصل اليوم بالبلد مربوط بالظروف السياسية للبلد. مثل ما نحن بنعرف، لبنان يمر بأزمة سياسية أيضا لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الدولة وتاريخ هذه الجمهورية. يعني عنا صراع نحن اليوم سياسي كبير متشعب يتداخل فيه عناصر أيضا دولية كبيرة ومؤثرة، وموضوع شغور الكرسي الرئاسي بها المرحلة الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد خلق مشكلة كبيرة في البلد، لأنه عندك شغور رئاسي وحكومة بحالة تصريف أعمال. لم يسبق أن مررنا فعلا بفراغ بها الحجم الكبير بعدة مؤسسات دستورية في ظل انهيار اقتصادي بهذا الشكل سابقا. فاليوم اللي عم بيصير أنه قبل الاستحقاق الرئاسي الذي يستوجب أن نستعجل به، في مشكلة بالبلد على انعقاد جلسة الوزراء وتضاربها مع صلاحيات رئيس الجمهورية. وقد فسر العديد من الدستوريين، يعني الخبراء الدستوريين، أن مجلس الوزراء هو السلطة الوحيدة اليوم التي قادرة على معالجة هذه الملفات من دون التطرق أو التعرض لصلاحيات رئيس الجمهورية. مشان هيك نحن عم نحاول انه نحط كل جلسات مجلس الوزراء لها بنود طارئه، حتى ما يكون منصه مجلس الوزراء هي منصه اليوم ستخلق انقسام في البلد، خاصه انه نحن نبحث على تقريب وجهات النظر وتخفيف الاحتقان السياسي بين جميع مكونات
العمل السياسي في لبنان والطوائف السياسية في لبنان. معالي الوزير، يعني بالنظر إلى تشابك الجانبين الاقتصادي والسياسي وأيضا كثرة الملفات المطروحة، ما هي الحلول الممكنة لأغلب هذه الملفات وخاصة أنها تبدو مستعصية على الحل؟ حقيقة يعني الحلول الوحيدة، أنا سبق وقلت بعدة يعني لقاءات إنه الحلول الوحيدة وتبدأ بالإصلاح والإسراع في وضع الإصلاحات والقوانين الإصلاحية المطلوبة، تبدأ في العمل على استكمال مفاوضات صندوق النقد وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد لمساعدة لبنان للخروج من أزمته من خلال وضع إطار عمل وخطة عمل اقتصادية متكاملة مع صندوق النقد تساعد لبنان في المرحلة القادمة. إنما الموضوع اللي هو أهم من كل هذا إنه الداخل اللبناني يسرع بأكثر سرعة ممكنة إلى ملء كل الشغور الموجود في المؤسسات الدستورية، ولما بقول المؤسسات الدستورية بطليعتها هو رئاسة الجمهورية وتباعاً تشكيل حكومة قائمة بكل مقوماتها لتستطيع أن تعالج الأمور بشكل سريع وطارئ من خلال استكمال العمل الذي قمنا به نحن الحكومة الحالية، وخاصة مع المجتمع الدولي ومع صندوق النقد ومن خلال مجلس النواب لإنهاء كل مشاريع القوانين الإصلاحية ومنها إعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المطلوب العمل عليها بشكل سريع، لأنه كلما تأخرنا كلما هوة الانهيار اتسعت ومصائب البلد زادت، وتأخرنا في إيجاد الحل الشافي للوضع اللبناني. إبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، هل برأيك يمكن بالفعل أن يسهم، أو إلى أي مدى يمكن أن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ بالضبط أنا ما عم بعرف على أي هبة، لأن في هبة 25 مليون دولار أعتقد لقطاع معين، بس هو الذي سيساعد فعلا الخروج من الأزمة الاقتصادية هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيؤمن ما يقارب 3 مليار دولار كمرحلة أولية دعم للاقتصاد اللبناني، ومن بعدها تأتي موضوع الثقة الدولية التي من المتوقع من بعدها أن يضاف على هذه 3 مليارات عدد أكبر من المساهمات تجاه لبنان، ووضع خطة عمل ورقابة من قبل صندوق النقد للسنوات القادمة للخروج من الأزمة الاقتصادية. يعني الحديث أو التصريحات التي وردت على لسان رئيس الحكومة اليوم بأن الملفات الكثيرة المطروحة هي بالفعل ملفات طارئة تستلزم سرعة إيجاد حل، منها ملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، ما هو المطلوب من لبنان تقديمه كي يتم بالفعل حل هذه الملفات بشكل عاجل؟ طبعا نحن بحالة مثل ما قلت أنا بحالة طوارئ اقتصادية، وحالة الطوارئ الاقتصادية تتطلب وضع لائحة من الأولويات، وإحدى الأولويات هي اليوم دور لبنان وتفاعل لبنان مع المجتمع الدولي، وكما نعلم مؤسسات المجتمع الدولي ومنها الأمم المتحدة تتطلب مساهمات معينة من الدول الأعضاء التي تبقي هذه الدول في حالة فعالية كاملة لتستفيد من منصات المجتمع الدولي كموقع لبنان في الأمم المتحدة، وبالتالي هناك دفعات مطلوبة من الدولة اللبنانية للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الداعمة في هذه المرحلة إلى لبنان، وقد استوفت هذه أو استحقت هذه الدفعات على الدولة اللبنانية التي تمر بظروف مالية متعثرة، إنما الحكومة اليوم تضع أولويات بدفع مستحقاتها للمنظمات الدولية التي تساعد لبنان حاليا ضمن الإمكانيات الموجودة، ونحن أيضا نفاوض ونناقش بعض المنظمات الدولية
في تقسيط هذه الدفعات أو إعادة جدولتها كي يبقى لبنان عضو مساهم وعضو فاعل بكامل صلاحياته ضمن إطار المنظمات العالمية والشركاء الدوليين الذين سيكون لهم دور مؤثر وإيجابي كبير في المرحلة القادمة. لا نستطيع أن نخرج من هذا المحيط، ومن المهم أن نبقى داخله. من الملفات شديدة الالتصاق بالمواطن والشارع اللبناني ملف الودائع وعودة الودائع إلى أصحابها. ما هو المنجز في هذا الملف حتى يتم بالفعل عودة أو إعادة الودائع إلى أصحابها؟ موضوع الودائع كما نحن نعلم هو الموضوع الأساسي والموضوع الجوهري اليوم من ناحية حقوق المواطنين ودور الدولة في حماية حقوق وودائع المواطنين اللبنانيين. وكما نحن نعلم ونشهد اليوم في مجلس النواب اللبناني عدد كبير لا يستهان به من مشاريع القوانين التي قد أحالتها حكومتنا خلال العام الماضي، ومنها قوانين متعلقة بشكل مباشر بإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي الاقتصادي وحماية أموال المودعين التي ما زالت موضوع نقاش في البرلمان اللبناني، ونحن ندفع ونصر ونعمل يوميا كسلطة تنفيذية على يعني تحفيز مجلس النواب إلى إقرار هذه القوانين بأقصى سرعة ممكنة، لأنه من دون إقرار هذه القوانين نحن نبقي المودع اللبناني في حالة ضياع وفي حالة تشرذم، غير عالما ما هو مصير ودائعه وأين ومتى يمكن أن يبدأ مشروع التعافي الذي يستطيع من خلاله استعادة ودائعه. نحن نعلم أن هناك خطة تعافي ما زالت قيد الدراسة أيضا في مجلس النواب، ونحن كحكومة ما زلنا نعمل أيضا مع مجلس النواب على تعديل الأمور التي يطلبها مجلس النواب لإقرار خطة فعلا بسرعة تستطيع أن تعيد حقوق المودعين، لأن الموضوع لم يعد مقبولا ولم يعد محمولا، ومن الضروري أن يوضع إطار له. نحن نعمل جاهدين عليه، إنما نحن بانتظار صدور هذه القوانين لفعلا بدء خط يعني بدء حالة التعافي المطلوبة في الاقتصاد اللبناني. يعني أيضا من بين الملفات إضراب المدارس وبعض المطالب، كيف يمكن التعامل مع هذا الملف؟ يعني ملف التربوي بالرغم من أنه ليس من اختصاصي، إنما أنا كوزير معني في هذه الحكومة أتابع مع زميلي وزير التربية، هناك تحديات جمة، تحديات كبيرة جدا، وهناك تخوف كبير جدا من قبل اللبنانيين أن ينهار القطاع التربوي، والموضوع موضوع تمويل بامتياز، لأن الدولة اللبنانية اليوم وخاصة من خلال معالجة ملف النزوح السوري تعاني بشكل كبير بشح الأموال والإمكانيات لدعم القطاع التربوي وتحديدا القطاع التربوي الرسمي، والضغط الموجود على البنية التحتية التربوية التي اليوم تؤمن للطالب اللبناني أيضا ما تؤمنه للطالب السوري الموجود في لبنان، مما يثقل على كاهل النظام التربوي بشكل كبير. فنحن على تواصل كحكومة مع جهات دولية تعمل بجد اليوم وبجهد لدعم المعلم اللبناني ودعم القطاع التربوي من خلال أموال دولية كي نقطع هذه المرحلة العصيبة ونصل إلى مكان نشهد فيه نوع من الاستقرار. إنما المرحلة الراهنة صعبة والدعم الدولي أساسي ويخلق نوع من الحلول، إنما نحن نسعى إلى حلول أخرى ونفاوض مع عدة جهات دولية كي ننقذ القطاع التربوي الذي يشكل قامة ويشكل عمود فقري في النظام اللبناني والثقافة اللبنانية. كل الأمنيات للدولة اللبنانية
بالخروج من هذه الأزمة الطاحنة. معالي الأمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، شكرا جزيلا لك.